جمانة أبو فاضل محضرت لنا موضوع جديد اليوم بديزاين وهو أرفوف داخل البيت. هاي جمانة. هاي رانيا، كيفك؟ أنت أنا عم بحكي عم بطلع أنه قدي بالستوديو عنا رفوف صح. رفوف صغار داخل الخزاين المفتوحة بنحس أنه الرف بذات الوقت بيفوت بالديكار وبيكون عنده كتير أكيد. هلا الرفوف يلي موجودين بالستوديو رانيا فكرت فيهم انا وبعمل موضوعي، بس مش هن الموضوع صلب الموضوع لليوم. لك ليه؟ لانه هالانواع من الرفوف بيكونوا داخلين ضمن بيبليوتيك او ضمن نيش. انا اليوم انا وياكي بدنا نحكي عن الرفوف الطايره يلي هن سسبندد شيلف، اوكي، ويلي بيجوا من دون ما يكون عندهم دراسه مسبقه بقلب البيت، يعني مش بالضروره يكونوا متواجدين بقلب نيش مخصصة لإلهم أو بقلب بيبليوتيك أو ضمن طريقة من الطرق ديزايند ألافانس أو محطوطين على خريطة الديكور الداخلي، يعني ما في لزوم. أنا مش عم بحكي عن هيدول الرفوف بالتحديد، اليوم بدي أحكي عن الرف يلي هو بتشتري، فيك تشتري من مكان خالص، فيك توسع عليه تعملي سيغ كوموند وتعلقيه ببيتك. بدنا نفسر ونحكي كيف وين وليش. يلا رح نشوف اكيد صور محضرتي لنا اياهم. مزبوط. مثل العاده ونقدر نفسر من شو معمولين وين بينحطوا. هلا الصوره يلي عم تقطع معنا عم بتفرجي معي دبل ليفينج، عم بتفرجي كيف هون استغلينا هالمساحه الفاضيه من الحيط لحتى نستعمل هالرفوف هيدول بشكل ديكوراتيف، يعني فينا نوضع عليهم الفريمز، الصور، البوسترز، الصور العائليه يمكن، او حتى اكسسوارات، او ندمج الاثنين مع بعضهم. هون بنكون نحن بدل ما يكون عندي انا حيط فاضي مش عارفه شو بدي اعمل فيه، خلقت نوع من الديكور بطريقه كتير سهله. يعني هول الرفوف رانيا موجودين بمحلات فيك تشتريهم وتعلقيهم، عرفتي كيف؟ بيكون عندهم سوبر داخلي، يعني ما بيبين انه ما بيبين حديده من تحتهم او شيء، بيكونوا فلوتينج يعني مثل طايرين كانه. سو هيدي طريقه كتير حلوه لحتى نخلق ديكور معين لاحد الحيطان بالليفينج رومز عندنا بالبيت. من خشب معمولين كلهم؟ ايه مزبوط، اغلبيتهم بيجوا خشب. هون عم نشوف طريقه ثانيه من الرفوف، هون اندهن ورا هالرفوف بلون اسود، تاتش صغيره بتعطي رونق خاص للحيط وقتها بتكوني انت عم تدهني بلون معين. وهون مبين معنا السقف كمان مدهون بالاسود، ببين كانه هالشقفه كلها نيش والرفوف دخلت عليهم. اتس لوفتي لوك، ستيل مختلف كمان كثير حلوين. الرفوف اهين طريقه انك تخلقي ديكور معين بشقفه من الانتيريور بكلفه بسيطة وبطريقة مبتكرة. هون بدي فرجي المشاهدين كيف انه من رف فيك تخلقي أموبل بالكامل، يعني فيها تكون هيدا الشيء بانتري بيت، وبمجرد ما تحطي رف على الحيط بتخلقي شيء مثل كونسول. هي ما بتكون اون فري كونسول، يعني بتكون رف معلق وبتوضع عليه انت الاشياء. يعني هون فيها تكون على مدخل البيت، على مدخل اذا البيت. ما عندنا كثير مساحه لحتى نعمل هالانتري مع المرايه و و و بنقدر اذا ما بدك تعملي شيء كثير فانسي ممكن تكون كمان بممر ببيت، يعني من باساج من غرفه لغرفه فينا نستخدم هالرف. هيدي طريقه كثير حلوه لحتى نستعملهم فيها. هون دخلنا على أوضة سفرة صغيرة أو على مكتب إذا إسباس دو ترافاي بقلب بيت، كمان فينا نستعمل هالرفوف على حيطان، حيط من الحيطان، ونستخدمهم لحتى نوضع على رفوف الكتب أو دي لامب أو ديز أكسسوار كمان مرة. وهون سألتيني عن الكتب. عندي سؤالين هلا. أول سؤال عن الكتب، لأنه لما بيكون هالرف الطاير مثل ما بتقولي عنه جمانة، من إذا حطينا الكتاب ويف بده يوقع. بده يوقع مزبوط. هلا حلو انه ينحط منيمينهم. هلا احلى طريقه انه ننيمهم، يعني نحطهم بشكل هوريزونتال وهيك بنتفادى انه يوقعوا او انه نعمل لهم حفه يمين شمال. بالصوره التاليه عم ببين معي فكره بار، يعني من دون ما يكون عندي بار، بمجرد ما اني استعمل الرفوف واوضع عليهم هالجلاسز هالاناني مع كل مستلزمات هالبار اذا بدي انتخيمي
رفين اصغر موضوع فوق منه. حتى كمان الستولز العالي ممكن تنوضع قدامه، هون بنكون عم نوفر بالمساحه، ما بنكون عم ناخذ مساحه كبيره، وبنفس الوقت عم بخلق انا فكره البار. يعني لحد هلا قطعنا كونسول وبار بمجرد استعمال رف بسيط. يعني قد ايه المساحه صغيره جمانة، قد ايه استعمالها كبير، وقد ايه كل شخص هلا عنده لو قد ما كان بيته صغير بيقدر يعمل كل شيء عايزه، ان كان كونسول ان كان مكتبه صغيره، يعني بنحط على رفرفين كم كتاب او بار مثل ما عم نشوف هون. يعني شغله بالفعل كثير براتيك. عندي بعد سؤال ثاني جمانة، شفنا قد ايه الالوان مهمه، يعني بين لون الحيط ولون الرف، أكيد أي الأفضل أنه يكون فاتح وأي أفضل أنه يكون غامق؟ شوفي، أنا دايما بفضل أنه غمق الرف فتح الحيط لحتى نظرك يضلوا مرتاح. يعني هون طبعا في لعبة الأغموني دو كولور الجنرال تبع البيت بدها تدخل بالدق لحتى نشوف كل شغلة كيف ألوانها، بس أن جنرال هيك لازم نشتغل على هالأساس. هون فتنا على الكوريدور، هيدي عملنا سيجمنت مرة عن الكوريدور حكينا قبل، كتير حلو بممر ضيق. إذا ما عندي بواب طبعا بكل الممر استعمل هالرفوف الصغيرة لحتى استفيد من هالمساحة، أعملها مساحة حلوة، مساحة يعني ملفتة للنظر، باستعمال كمان مرة أو صور العيلة أو صور أسود وأبيض أو أي أنواع تابلو من الكادريت. طبعا تابلويات ممكن تحطيهم بشكل نايم، وهون إذا بتنتبهي منهم غمق أبدا، يعني كتير ضايقين. كم سنتيمتر أو بكشومان؟ يعني ماشي 10 أبارتير دو 10 سنتيمتر فيها بكفي. إيه هلا في يكون عندهم حفة صغيرة كمان لحتى بس ما يتقلب الصورة and it will do. يعني وهون بيبين كأنه نحن هيك كابين ومكب، بس هن بيكونوا ديكور مقصود ديكور. يعني وفيك كمان بدل التابلويات أو الصور تحطي كتب فوق بعضهم، عرفتي الكبير الأصغر، تلعبي بالألوان، يعني بيعطي كتير حلو من ميل مريات مثل ما علمتينا هيديك المرة ليعملوا إفيه. فيك أهم شيء ما نحط مريتين بوش بعضهم، نتذكرها هيدا ونضيع هيدا. شوفي رانيا، هون دخلنا على غرفة نوم صغيرة كتير كمان، وزدنا هالتابلت دو نوي بشكل رف، والرف يلي بتجي فوق منه على الحيط لحتى تستفيد منه كمان للرانجمة. يعني ما عندك ولا موبل خالص ولا شيء، انت خلقتيهم. فكرة الرف هون دخلت مكتب؟ لنستعملها مكتب طبعا. يعني هيدي ولا احلى من هيك. انا كثير بحب اقول لانه هون دخلنا بالرفوف سيغ مزور، يعني القياسات بتكون انت بتاخذي قديش عندك طول، قديش بتحمل غمق عرض اتسيتيرا، وبتوسعي عليها عند نجار قد ما عايزه، وبتعمليها مثل ما انت عايزه على حاجتك، بتخلقي قطعه موبيليا من دون ما يكون عندك هالقطعه الموبيليا. قطعه موبيليا من يلي دائما بتعطينا افكار جديده عنهم. شكرا لك جمانة ابو فاضل، افكار حلوة كتير، إن شاء الله يستفيدوا منا المشاهدين. مرحبا رانيا، رح ناخد بريك قصير ومن بعدها منكون مع آخر محطة لواتسان ام تي في. انترونا.